السلام عليكم، معكم الأستاذ عادل مديرية إقليمية حسيمة. غادي نشوفوا الفقرة الثانية ديال هذا تجزئة الإحصاء. كما شفنا الفقرة الأولى ركزنا على الميزة عبارة عن عدد، قلنا واحد السكنة الإحصائية درسناها وميزنا السكنة الإحصائية بأعداد كما شفنا من النقاط ديال التلاميذ. دابا غادي نشوفوا هذا الجدول ونشوفوا الفرق بيناتهم. يقدم الجدول التالي أطوال، يعني الطول ديال 160 تلميذ في واحد المؤسسة تعليمية، في واحد الإعدادية مؤسسة تعليمية. هنايا عندنا السطر الأول، عندنا الطول، وهنايا عندنا عدد التلاميذ. هنايا درنا مجالات من 140 سنتيم حتى 150 سنتيم. علاش ما درناش ميزة عدد بحال التمرين اللي قبل؟ تمام، ميزة عدد ما خدوش 160 تلميذ نقصوهم الطول ديالو، نقولوا هذا الطول ديالو متر 41 141 سنتيم، الاخر 142، يعني بزاف، تنجمعهم في مجال، اللي الطول ديالهم ما بين 140 و 150 ها شحال كاين، اللي الطول ديالهم ما بين 150 سنتيم و 160 سنتيم ها شحال كاين، يعني ما نقدروش نديرو كل حاجة وحدة. إذا من درنا هكا خرجنا غير خمسة ديال الأصناف، الصنف الأول فيه ما بين 140 سنتيم حتى 150 سنتيم، كاين 10 تلاميذ، الصنف الثاني ما بين 150 و 160، ولكن كاين واحد الملاحظة، هنا كاين أو يساوي هنا كاين قطع، هنا كاين او يساوي وهنا كاين قطع. علاش؟ إذا دابا إذا كان التلميذ الطول ديالو 150، لو كان ما عندناش هذا او يساوي وعندنا قطع، غادي نبقاو نقولو التلميذ عنده 150، يعني فين نشيلوه؟ واش نشيلوه في الخانة الأولى ولا في الخانة الثانية؟ إذا كان عندنا مشكل، الخانة الأولى عندنا قطع، يعني أصغر قطع 150، يعني تشيل سو 150، ولكن الخانة الثانية عندنا فيها او يساوي، الصفر الثاني او يساوي، يعني 150 تشيل هنا. ولكن 160 ميتشيلش هنا، اللي فيه الطول ديالو 160 ميتشيلش حتى النهاية، صافي؟ إذا غادي نكملو، دابا هنايا عندنا الميزة هي عبارة عن صنف، الصنف الأول، الصنف الثاني، الصنف الثالث، هنا غادي الصنف الأول 140 150، الصنف الثاني 150 160، الصنف الثالث 160 حتى 170، هنا 170 حتى 180، هنا 180 حتى 90، يعني 140 حتى 150 عندنا 10 تلاميذ، 150 حتى 160 عندنا 40 تلميذ، 160 160 عندنا 60 تلميذ إلى آخره. السؤال الأول يعطي جدول، هذا الجدول شنو يكون فيه؟ يكون فيه الصنف، قلنا الصنف هو هذا، يكون فيه ماركة الصنف، غنشرحوا شنو هو ماركة الصنف وفاش نحتاجو، يكون فيه الحصيص، يكون فيه الحصيص المتراكم، يكون فيه التردد، يكون فيه التردد المتراكم. هذا السؤال رقم واحد. غنديرو السؤال رقم واحد، غنشوفو السؤال رقم جوج شنو غادي يكون. هنا عندنا حل التمرين، غنديرو الحل ديال التمرين. هاد الحل ديال التمرين تقول غندير واحد الجدول، غندير واحد الجدول، هاد الجدول غادي يكون فيه هنا، كاين هنايا في الجدول غادي يكون عندنا الصنف، غادي يكون عندنا الصنف. نمشيو لداك الترتيب اللي كاين تما، كاين تاني حاجة هو مركز، مركز الصنف. شنو كاين تاني تام؟ كاين الحصيص، عندنا الحصيص، عندنا الحصيص المتراكم، اوكي، التردد، والتردد المتراكم، التردد، وعندنا التردد المتراكم. مزيان. اذا هنا عندنا الصنف، عندنا خمسة اصناف، يعني خمس قوالي، خمس اصناف، إذا الأصناف هما هذوك غادي نكتبوهم، الصنف الأول عندنا 140 حتى 150، هنا أو يساوي، هنا عندنا قطع، هنا عندنا 150 حتى 160، هنا عندنا أو يساوي، هنا قطع، هنا 160، هنا 170، هنا 170
إذا مركز الصفر مازال ما عرفناش شنو هو غادي نشوفو، غنكتبو بعدا الحصيص، الحصيص هو المقدار اللي كاين ديال الميزان، الميزان شحال كاين ديال الثمن اللي عندو الطو ديالو ما بين 140 و 150، كاين 10 ديال الثمن هذا عطاو هنا 10 40 60 هنا، هنا كاين 45 هنا كاين 5. دابا مركز الصفر كيفاش نديرو القرار؟ غادي نشوفو الطريقة كيفاش نديرو القرار ونقدرو نحسبو مباشرة. إذا كان الصفر تو بهاد الطريقة هنايا نحصلو ما بين أ و بي، تنديرو أ زائد بي مقسومة على جوج، أ زائد بي مقسومة على جوج، هذا هو مركز الصفر، أ زائد بي مقسومة على جوج، هذا هو الصفر، يعني هذا هو المركز ديال الصفر، يعني في هاد الحالة، يعني 140 على 150 زائد 150 مقسومة على جوج، 140 زائد 150 مقسومة على جوج. إذا خدينا عرفتوها مباشرة غادي نقول مركز الصفر، يعني بحال العدد اللي جا في الوسط بالضبط ما بين 140 و 150، هذه أسهل بلا ما يحتاج على آلة حاسبة ولا شكون العدد اللي جا في الوسط بالضبط ما بين 140 و 150 هو 145، إذا هنا 145، العدد اللي جا في الوسط بالضبط ما بين 150 و 160 هو 155، العدد اللي جا في الوسط بالضبط ما بين هاد الجوج هو 165، العدد اللي جا في الضبط الوسط بين هادو هو 175، والعدد اللي هنا في الوسط بين هادو هو 185. مزيان، دابا عملنا مركز الصفر هو اللي زدنا، أما الصفر قلناه مجهول، والحصيص كذلك قلناه مجهول. دابا نشوفو الحصيص المتراكم، قلنا الحصيص المتراكم بحال ديك الكرة ديال الثلج، قلنا غادي تكبر، إذا الحصيص الأول غادي يبقى كما هو 10، الحصيص الثاني تنزيدو الحصيص اللي موراها 10 زائد 40 هي 50، إذا نزيدو اللي موراها 50 زائد 60، 50 زائد 60 هي 110، 110 زائد 45 هي 155، هنا قلنا هذا تدير واحد المغاير لأن مهم وسميتو بالضبط سميتو الحصيص الإجمالي، خرجنا 160. ملي خرجنا 160 نتأكدو بأن فعلا زيادة قراري في الاتجاه الصحيح ولا جواب صحيح، لأن قالولنا يقدم الجنون التالي أطوال 160 كيلو، يعني حنا تندرسو دابا في هاد الحالة 160 كيلو. دابا التردد، نرجعو للتعريف، دازنا التعريف قبل نرجعو للتعريف، قلنا التردد ما هو التردد؟ التردد هو الحصيص مقسوم على الحصيص الإجمالي. الحصيص الإجمالي درتو لنا من المغاير باش يكون واضح. إذا الحصيص هو 10 مقسمو على الحصيص الإجمالي، يعني 10 نقسموها على 160. إذا عطاتنا الفاصلة مضبوطة تنكتبوها. إذا كانت الفاصلة غير مضبوطة، شنو معنى الفاصلة غير مضبوطة؟ مثلا تعطاتك 2.2 3 7 8 4 إلى آخره، من الأحسن خليها هكا 10 على 160 كما 10 عدد كسر. إذا عطاتك الفاصلة مضبوطة واخا يكونوا 4 أرقام الفاصلة غيكسروا. إذا 10 على 160 هي 0.0، ديروا على الحاسبة حاجة بسيطة هذه 0.0625. هنا عندنا 40 على 160 عندي وفاء على حاسبة وهي سهلة، ربع 40 هي ربع 160 يعني لا على حاسبة كاع 0.25. هنا عندنا 60 على 160 ديروا على حاسبة 0.375. هنا نديرو 45 على 160 عطاتينا 0.، هذا رقم شويه كبير 28125. هنا غادي نقسمو هذه الآلة الحاسبة تاعي 5 على 160، 5 على 160 هي تاهي ضروري 0.، ويكون دائما التردد يكون أصغر من واحد، يعني شي كلمة مثلا عكس التردد وخرجوا يساوي 7، يعني أن عنده خطأ، دائما التردد أصغر من واحد، 0.013125. إذا التردد المتراكم كيف كان نشكلو هاد الجدول، التردد المتراكم، إذا التردد الأول تيبقى كما هو، وتنزيدو التردد الذي يليه، تيعطينا التردد المتراكم، تنزيدو الذي يليه، وحنا غادي، باش يكون عندنا الجواب صحيح خصو في الخانة الأخيرة، قلنا دائما خصو في الخانة الأخيرة تعطينا هنا واحد،
إذا غادي نحسبوا هذا التردد المتبادل. إذا الخانة الأولى عندنا كما هي صغيرة 0.0625، دابا غادي نجمع ديال هذه مع هذا التردد الأول زائد التردد الثاني هو 0.3125. هذه المرحلة الحاسبة عندنا تجمع فقط 0.3125 زائد 0.375 أختار 0.6875. نزيد لها التردد المتراكم أختار 0.96875. نزيد لها التردد المتراكم التردد الأخير الأخير خرجنا واحد. إذا ذكرنا الجواب صحيح هو هذا خرجنا واحد. سرينا هذا السؤال الأول اللي فيه يعطي جدول، هذا الجدول هذا مهم في كل شيء، وقلت بأن ماشي دائما تعطينا في التمارين الجدول تعطي جميع المراحل، كذا جميع المراحل ممكنة، ممكن في التمرين يعطيك الجدول فقط، يعطي الجدول يكون فيه السيف، مرة السيف، حاسس، حاسس مدرك فقط، يقدر ما يعطيناش كل شيء. صافي دابا نشوفوا السؤال الثاني. السؤال الثاني هذا نتو رقم ديال السؤال، السؤال رقم واحد، دابا السؤال رقم جوج، أحسب، يعني تقول كلمة أحسب المبدأ الحسابي، يعني كلمة أحسب، يعني في حساب، غادي نحسبو، خاصها قاعدة، القاعدة ملي تقول لنا ميزة عادة تديرو الميزة في حاسس، ولكن دابا هنايا الميزة ماشي عادة، الميزة هي صنف، إذا ملي تقول لنا الميزة هي صنف، واش غادي نديرو الحاسس اللي هو 10 واش في 140 ولا في 150، يعني ما عندناش شي عدد بالضبط، هذا جوج عدد، هنا تجي الأهمية ديال ماركة الصفر، هذا ماركة الصفر هذا هو اللي تيعوض، ماركة الصفر هو اللي تيعوض الميزة، يعني ملي تيكون عندنا ميزة تنديرو ميزة في الحاسس، ولكن ما عندناش ميزة عندنا الصفر، ما نقدروش نختارو 140 ولا نختارو 160، تختارو العدد اللي كاين في النص واللي تسمى ماركة الصفر. إذا غادي نشوفوا المعدل الحسابي، المعدل الحسابي، نكتبوا قاعدة المعدل الحسابي، نسميوه مثلا M تساوي عندي مختصر، إذا المقام هو الحاجة السهلة، المقام هنا تيكون فيه الحصيص الإجمالي، الحصيص الإجمالي هذا مهم، يكون في المقام، هو 106، مزيان، دابا غادي نشوفوا شنو اللي يكون عندنا في الوسط؟ قلنا في الوسط اللي تيعوض الميزة هو ماركة الصفر، عندي ماركة الصفر في الحاسس 145 في الحاسس ديالها هو 10 فالحال، هنا 155 في 40 زائد 165 في 60 زائد 175 في 45 قدنا واحدة هي 185 في 5 إذا ما تستعملوا على حاسبة تحسبوا 145 في 10 تخرج بها زائد عطيني حسب ديال الإصبعية دائما على ما يتضرب 155 في 40 حنا غاديين نحسبوها نديرو M تساوي المقام يتغيرش هو 160 البسط هو 26350 غادي نحسبوا النتيجة 26350 مقسومة على 160 غتعطيني 164.6875 يعني الطول المتوسط ديال هاد التلاميذ هادو يعني شفنا التلاميذ يعني هاد الطول هذا 164 جا في الوسط هو الطول المتوسط يعني بحال نقولوا تقريبا النص ديال التلاميذ قرب هاد الطول والنص ديال التلاميذ قرب هاد الطول هنايا عندنا تلاميذ طول 140 لي واحد ملاحظة مهمة هو أن هذا المعدل الحسابي ما يمكنش يكون أقل من 140 المعدل الحسابي ما يمكنش يكون أقل من 140 وكذلك ما يقدرش يكون أكثر من 190 إذا المعدل الحسابي في الوسط صافي مثلا تنقولوا بغينا نحسبوا مثلا المعدل التهديفي ديال شي لاعب
في اقل مقابله هو سجل اهداف، وفي احسن مقابله ديالو سجل 7 اهداف. متى نقول المعدل الحسابي ديالو معدل تهديفي ما يمكنش يكون اقل من 2 وما يمكنش يكون اكثر من 7، يعني شي عدد من الفوز. هنا المعدل الحسابي ما يمكنش يكون اقل من 140 وما يمكنش يكون اكثر من 190، يعني واحد العدد بيناتهم هنا وهنا. دابا غادي نشوفوا السؤال 3، مثل بميديان مناسب. حنا اللي نديرو في هاد الحالة غادي نحاول ما امكن ندير جوج ديال الميديانات، ندير واحد الميديان تسمى ميديان بالاشرطة، نديرو الاشرطة، وغادي نديرو واحد الميديان تسمى القطاع الدائري، غادي نرسمو على شكل دائرة. ثم السؤال 3، السؤال مثل بميديان مناسب. غادي نحاول ما امكن نديرو جوج انواع ديال الميديانات، غادي ندير واحد ميديان بالاشرطه، ومن بعد واحد ميديان كيتسمى القطاع الدائري. نديرو ميديان بالاشرطه، هنا رسمت واحد محور تفاصيل، محور اراتيب، واحد ميديان. فهاد محور تفاصيل كنا درنا قبل الحاسيس، حتى دابا غادي نديرو الحاسيس. ممكن تسوى على التلاميذ، ولكن مفهوم اننا خصنا نديرو الحاسيس. فهاد الحالة الحاسيس هو التلاميذ، هو العدد ديال التلاميذ. إذا ممكن تكتب على التلاميذ ممكن تكتبو الحاسيس. هنايا كي ناقصنا دوك التلاميذ، الميزة في هاد الحالة هي أصناف. إذا هنايا الصنف الأول 10 حتى 150، الصنف الثاني من 150 حتى 160، من 160 حتى 170، 170 ل 180، من 180 إلى 190. إذا هذا خصنا نديرو نفس، يعني درتي هنا 1 سنتيم مثلا سير 1 سنتيم، درتي هنا 2 سنتيم دير 2 سنتيم، سعتي مربعة أشهر درتي 2 مربعة أشهر دير 2 مربعة أشهر. هنا دابا هاد الحصيص تنقسموها المحور الراتب، تنقسموها الحصيص على حسب أكبر حصيص، أكبر حصيص عندنا هو 60. إذا منقدوش نمشيو 0 1 2 3، ماشي سهل، منقدوش نمشيو مثلا 2، حنا مشينا ب 10، 0 10 20 30 40 50 60، غير ملي كنسالو على الاخرين، ولكن على الاقل خصنا نوصلو 60، صافي. اذا غادي نبدا من 140 الى 150، هنا 10 تلاميذ، انا خصني شريط في 10، شريط قبيله كان مليان بالاعمده، ولا تيتسمى مليان بالقطار، فملي تيكون الميزة عدد. دابا الاشرطة هاد الشريط خصو يكون فيه في الطول ديالو تكون فيها 10، هاهو رسمت الطول ديالو 10، ومن الأحسن لونو ماشي لونو محلول، يعني هنايا تقرا ما بين 140 و 150 كاين 10 تلاميذ الطول ديالهم ما بين 140 و 150. الشريط الثاني عندنا فيه 4 ما بين 150، يعني ما بين 150 سنتيم و 160 سنتيم كاين 4. نصب شريط في 4، خصو يكون هادو خطا متوازية، خصو يكون هادو متوازية، نجيب هاد 4 هون باش نعرف بأن باش منفوتش الطول، منفوتش الطول 4 هون، بالأحسن يكون لون مغاير باش يكون داكشي أوضح، لأن الهدف ديال هاد الإحصاء هو تنظيم المعلومات، يعني بالأحسن تكون المعلومات واضحة. إذا غادي نقول هذا لون مغاير. دابا عندنا هنايا ما بين 160، يعني من 160 سنتيم حتى 170 سنتيم، عندنا 160، يعني هي أكبر شريط يكون في هذه الحالة، 160 نوصلو حتى 160، نوصلو حتى 60، خصو يكون متوازية، ممكن تستعملو مربع ديال الشرط باش تجي واضحة. نزيد واحد اللون نختار هذا اللون باش يجي واضح شويه. هذا هو. دابا عندنا من متر و70 حتى
180 الشريط ديالو فيه 45 طول، إذا 45 هنايا عندنا 40 هنا 50، تجي المنتصف ديالها هنا 45، أوكي؟ 5 و 4، إذا هذا نسمو واحد الطول ديالو 45. لون واحد لون مغاير باش يجي واضح، لون واحد لون مغاير هادي الشريط الأخير الطول ديالو هو أقصى شريط، الطول ديالو خمسة، خمسة كاين ما بين صفر و عشرة، كاين خمسة هنايا، هو أقصى شريط، خمسة، هكا الطريقة العمودية، لون واحد لون مغاير، إذا هنايا الميبيان تيجي أوضح من الجدول، هنايا في الميبيان تنقراو مباشرة ما بين ميتر مثلا 140 سنتيم حتى 150 سنتيم، من 10 حتى ما بين 150 سنتيم حتى 160 سنتيم، هنايا 40 إلى آخره، شوفوا إذا بغينا نديرو مخطط قطاع دائري. غادي نرسم واحد الدائرة، نحافظ على نقطة الزيرو، مثلا دائرة واحد نقطة الزيرو، هنايا أول خطوة خصني يكون وحدة بهادي تتمثل واحد القطع في الدائرة هاذي، كي تنعرفو القيمة ديالي في القطع، تنحسبو الزاوية، إذا تديرو واحد من الشعاع، نشوف الطريقة كيفاش نحسب الزاوية، تمشي للتردد، التردد ديال هاد السنتان، شحال هو التردد ديالو؟ هو صفر فاصلة صفر 625، هاد التردد خصني نحولو إلى نسبة مئوية، إذا باش التردد نحولو إلى نسبة مئوية تنضرب التردد في 100، إذا بغينا نضرب التردد في 100 شحال يعطينا؟ يعطينا 6.25، هاد 6.25 الدائرة كاملة واش فيها في الزاوية؟ فيها 360 درجة، إذا غادي نديرو التناسبية وغادي نلقاو بأن خصنا نضربو في 360 ونقسمو على 100، إذا تنضربو مباشرة في 3.6، يعني هذا العدد خصنا نضربو في 3.6، ولا جينا مباشرة من التردد، يعني من التردد تنضربو في 100 وتنضربو في 3.6، إذا مباشرة فاش تنضربو؟ تنضربو في 360، التردد في 360 باش نعرفو الزاوية، غنحسبو التردد الأول اللي هو 0.625. 0.625 في 360 درجة أنا حسبتها عطاتني 22.5، إذا غادي ندير من قاعدة ونحسب 22.5، نحسبها غتستعملو من قاعدة بين 22.5 درجة، ونطلب منها واحد اللون، إلا عندك فين تكتب تكتب تما، إلا ما عندك فين تكتب تجي دير واحد السلم، اللون الأزرق هو التلاميذ اللي الطول ديالهم ما بين 140 و 160، نحسبو الثانية، لقيت فيها بأن 90 درجة، يعني 90 درجة زاوية قائمة، ولونها واحد اللون آخر، لونها واحد اللون آخر، هكا، تنحسب الزاوية الثالثة اللي تنحسب التردد ديالها، اللي هو التردد ديالها 0.375، غادي نضربو 360 باش نعرفو الزاوية. غادي نلقى بأن عندي 135 درجة، نحسبوها توا بين قرار، 135 درجة، نحسبوها بين قرار، إذا هنايا تجيني واحد الزاوية هكا، بقات لي جوج، غادي نحسب وحدة غادي نلقى فيها 100 وواحد درجة هادي، شنو هو التردد ديال هادي هو 0.128125. أضربها 560 عطاتني 101 درجة، أجي هنا هكا 101 أكثر من زاوية قائمة في حاجة، غادي نلونها بلون مغاير، وبقى في الأخيرة بلا ما نحسبها لأن داكشي لي شاط هو تيكون عندي في ديك النسبة الأخيرة، عندي البلاصة فين نكتب هنا مزيان، إلا عندك في البلاصة فين نكتبو غادي نكتبو هنايا ما بين 140 و 100 هادي تي ما بين 140 و 150، هادي غنكتبو لها ما بين 150 و 160،
هذه عندنا شحال ما بين 160 170 ثابت لي الطو ديالهم ما بين 160 170 هنا هذه ثابت لي الطو ديالهم ما بين 170 180 وخدنا هذه الاخيره اللي واحد السهم ديالنا ما عنديش انت هنا ما بين 180 و 190 نتمنى تكونوا استفدتوا مع الحصه نتوما هنايا اليوم بخصوص هادي خصكم ضروري تستعملوا بيكا بالضبط تستعملوا المنقاله باش تديروا تقسموا الزاويه بالضبط الا شفتوا هاد الطريقه ما جاتش اوضح غديروا واحد السلم اللون الاخضر هو كذا اللون الاخضر